بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا بكم ورسالة جديدة مع برنامجنا كلام تخين في الدين. يا ترى إيه مفهوم البر؟ هو البر محصور في جانب واحد، إن أنا أكون متصدق، إن أنا أكون منفق، إن أنا أكون عادل؟ يا جماعة خلي بالكم، البر معناه واسع جدا. البر معناه كل شيء حسن، كل معروف، كل شيء يدخل السرور على قلب الإنسان أو حتى الحيوان، ده كله اسمه البر. إحنا مش عايزين نحصر البر في جانب دون آخر، مش عايزين نقول البر معناه كذا ونهمل جوانب كتير جدا متعلقة بالبر. لا، كل أمر حسن هو بر. فالإيمان بر، والتقوى بر، والإحسان بر، وإدخال السرور على قلوب العباد بر. يبقى إذن البر له مفهوم واسع وله معنى جميل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى، عشان أحقق في نفس البر لازم أن تكون من أهل التقوى. ودي رسالة ببعتها للناس اللي عندهم يأس وإحباط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يجي إنسان يقول لك أنا كنت ضايع، أنا كنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بس قربت من ربنا بأي طريقة بقى، ربنا يعني جابه بطريقة أو أخرى، يقول لك قربت من ربنا، لكن هل ربنا هيغفر لي ويتوب عليا؟ لا، هيغفر لك ويتوب عليك، بس أنت تطلب منه المغفرة والتوبة وكن بارا بالله سبحانه وتعالى. يعني إيه بارا بالله سبحانه وتعالى؟ يعني اعمل المعروف، اعمل الطاعة، اعمل الشيء الحسن، اعمل كل ما من شأنه أن ربنا سبحانه وتعالى قال لك اعمله. في القرآن الكريم ربنا بيقول لنا ولكن البر من اتقى. طب لو مسكنا كلمة التقوى، نلاقي ربنا مرة يقول اتقوا الله، ومرة تانية يقول اتقوا النار. خلي بالك، اتقوا الله، اتقوا النار. طب التقوى ان انا اخد وقاية، وقاية من النار معناها ايه؟ يعني اخد حاجز او مانع او حاجب او وقاية من كل ما من شأنه ان يدخلني النار، ده المعنى. طب لما يجي يقول اتقوا الله، يبقى اخد حاجز من ربنا، اخد وقاية من ربنا؟ خلي بالك، اتقوا الله هنا يعني اتقوا صفات الجلال عند الله، اتقوا صفات العقوبة عند الله. طب صفات الجلال أو العقوبة دي هتيجي لمين؟ لصاحب الذنب ولا صاحب البر؟ لصاحب المعصية ولا لصاحب الطاعة؟ لا طبعا، هتيجي للي بيقع في الذنب، للي بيقع في المعصية، للي بعد عن البر بأنواعه، حسن الخلق والطاعة والعبادة والإحسان والإتقان في العمل ومحبة الناس والخير، ده كله اسمه بر. يبقى لما يقولك اتقوا الله يعني اتقوا صفات العقوبة عند الله، اللي هي بيكون في الأمور البعيدة عن البر. خلي بالك، البر معناه واسع ومعناه شامل، مش عايزين نهمل البر في معانيه الكثيرة ونحصره في معنى واحد فقط. ده معنى البر بطريقة موجزة وسريعة. وإلى لقاء آخر ورسالة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.